السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زملائي الأعزاء، مدربين المستقبل، دارسي الـ TOT أو Train of the Trainers، إعداد المدربين. الحلقة النهاردة أو فيديو النهاردة هتكلم فيه عن أنماط المتدربين الصعبة. بعض الزملاء هيسألني: أنت ليه بتتكلم عن المتدربين؟ ليه ما بتدخلش على طول في الكلام عن المهارات الخاصة بالمدرب زي البرزنتيشن سكيلز وزي مهارات الخطابة أو إن هو إزاي يعد الحقيبة التدريبية بتاعته؟ أولاً خلينا نتكلم كألف ب برزنتيشن. أول حاجة بنقول لك know your audience، أعرف جمهورك. فلابد ان انا اعرف مين الجمهور بتوعي، اللي هم مين المتدربين اللي انا محضر نفسي ليهم، فيبقى لازم اعرف مين هم المتدربين دول. الحاجة التانية، لعبة التدريب هي communication skills، هي مهارات تواصل. وعليه اذا كان عندي مدرب اللي هو السندر، اللي هو المرسل، وعنده القيمة بتاعته اللي هي المسج، وعايز يعمل لها انكود وبعد كده يعمل لها سندينج للمتدرب اللي قاعد على الضفة التانية علشان يقدر يستقبل هذه القيمة وهذه المعلومات ويبدأ يعمل لها ديكود ويفك الشفرة بتاعتها ويدي لك فيدباك، لابد من وجود قناة اتصال. وقناة الاتصال دي بتعتمد على قدرة ومهارة المدرب ان هو يستطيع التعامل مع سيكولوجية المتدرب علشان يقدر يلبي احتياجه باختيار قناة اتصال مناسبة. هل كل المتدربين جايين علشان يحصلوا على معلومات ويحصلوا على خبرات؟ بنقول وبنفترض ان السواد الاعظم من المتدربين هو جاي علشان يتعلم، بدليل ان في مثلث كده انا رسمته لكم قبل كده لما قلت لك ان المثلث ده عبارة عن 3 اضلاع رئيسية. طبعا اي مثلث 3 اضلاع، عبارة عن money، فلوس، time، وقت، effort، مجهود. مفيش حد عاقل او ناضج هيضحي بالمثلث ده بسهولة. فاي حد هيجي هو صارف فلوس من جيبه وهو جاي يعني بيضحي بوقت وبيضحي بمجهوده، فهو اكيد جاي علشان يلبي احتياج، وده كان قانون احنا قلناه قبل كده ان المتدرب بيساوي احتياج. لكن هناك بعض المتدربين احنا بنقول عليهم او بنصنفهم هارد بيبل، ويمكن لهؤلاء ان هم يعوقوا العملية التدريبية. طبعا الانماط كتيرة جدا والاصناف كتيرة جدا، لكن انا هتكلم النهاردة عن الانماط اللي انا قابلتها وكثير من الزملاء اللي استشرتهم في الموضوع قبلوا هذه الانماط. لو في حد من المدربين الزملاء اللي هيشاهدوا هذا المقطع يقدر يضيف لنا النمط التاسع او العاشر، يا ريت، لان العملية كلها في التي او تي هي فترة معايشة للبروفيشنال ترينر. هو الراجل جرب وشاف وقابل، فبينقلنا الاكسبيرينس بتاعته والخبرة بتاعته والليرنينج كيرف من خلال برنامج اعداد المدربين. الانماط زي ما حضراتكم كده شايفين هي 8 انماط، وانا مش عايز اقول ان هي 8 حصرا يعني، لكن دول 8 اللي انا قدرت اجمعهم من خلال التجارب ومن خلال المشوار التدريبي على مدار اكثر من 12 عام. الانماط دي زي ما حضراتكم كده شايفين، نبدأ بنمط الثرثار، ثم المندفع، فالصامت، فالمدعي، فالمتذمر، فالمتردد، والجاد، والمعوق. كل نمط هنتكلم على صفاته علشان سيادتك تقدر تتعرف عليه بسهولة، وبعد كده هنقول لك على الطرق والادوات اللي احنا قدرنا نسيطر على هذا النمط من خلالها. لو حضرتك عايز تبتكر اداة جديدة او طريقة جديدة ما فيهاش مشكلة ابدا، لان هي الفكرة كلها انت ازاي تستفيد من وجود هؤلاء وازاي تتحكم في وجودهم او تتحكم في السلبيات اللي بتظهر من تواجدهم معاك اثناء الجلسات التدريبية.
اول نمط معانا هو نمط الثرثر، ومن اسمه كده الراجل ده بيحب المرح، بيحب الدعابة، دائما الحديث في مواضيع فرعية غير صلب الموضوع، بيضيع وقت الجمهور او باقي الزملاء دون استفادة، لان انت طبعا انت جاي محضر نفسك هتقول ماتيريال معينة او مادة علمية معينة في وقت محدد، فهو طبعا علشان التشتيت كتير هو بيعمله لك، فبتلاقي الوقت بدأ يضيع مني. كثير الكلام فيما يفيد وفيما لا يفيد، عنده قدرة على انه يشتت العمل ويشتت زملاء او زملاء والحضور، فانا لو انا مش حذر لي ومش واخد بالي منه هفاجأ ان الموضوع اللي انا كنت محضر له ما وصلتش لربعه حتى اثناء الحديث. طيب الشخصية دي اسيطر عليها ازاي او اتعامل معها ازاي؟ خلي عندك مبدأ الاول قبل ما ندخل على التعامل، ان انا مش جاي ادخل في صراع شخصي ما بيني وبين المتدرب، انا لازم احتوي المتدرب واقدر اعالج النقطة اللي انت شايفها سلبية عنده، لان هرجعك تاني لتعريف التدريب اللي هو اعطاء معلومات، اكساب مهارات، تغيير قناعات، فدي قناعة عنده او ده سلوكه، فانا دوري ان انا اغير القناعة دي. بداية لابد ان انت تخلي عندك قدرة على ادارة الوقت مع منحه فرصة للحديث. يعني انت بتقول لي ان انا اخلي الثرثار يتكلم، خلي الثرثار يتكلم، لان انا لو بدأت ان اقفل عليه الحديث هيبدأ هو ياخد مني موقف تصاعدي وموقف عدائي، وربما يكون هذا الشخص النمط بتاعه اكتيفيست زي ما اتكلمنا قبل كده. فالاكتيفيست ده هو راجل من الفانز بتوعك، هو راجل يعني بيميل للترينر وبيتكلم عنه كويس لو الكيمياء بتاعته ركبت، فانا ما اخسرش هذا الشخص وهذا النمط. وفي نفس الوقت علشان ما ياخدش دور الهيدن ليدر ويبدأ بقى في دور اللي هو الدراماتيك كاركتر، ان هو الشخصية الدرامية وان هو يصعب على باقي الزملاء، وقد كده الترينر عنيف مع الشخص ده وقد كده، يعني الراجل عمل ايه ده، كان بيقول نكتة بسيطة، يعني هو ليه خد منه موقف كده، يعني ليه ما ادهوش فرصة، احنا مش عيال صغيرة، احنا ناس جايين دافعين فلوس وعشان نتعلم. فانت بتديله مساحة من الوقت، ولكن المساحة دي محكومة، وكل ما تلاقيه بدأ يشد في مواضيع فرعية دايما رجعه لصلب الموضوع. فزي مثلا لو انا هفترض ان احد زملائنا اللي بيتكلموا عن الماركتينج او البراند، فبيقول ان في المطرب الف والمطرب ب الاثنين طلعوا مع بعض في نفس التوقيت الزمني، الاثنين كانوا من محافظة واحدة، الاثنين بدأوا مشوارهم مع بعض، شوف دلوقتي ده المطرب الف فين والمطرب ب فين. انت بتتكلم ان واحد قدر يستخدم التسويق صح والتاني لا، هو بقى يبدأ يرمي النكت بتاعته والإفهات بتاعته على الاثنين مطربين، ويبدأ بقى يدخلنا في سكك او في العلاقات العاطفية للمطرب به واللي أثرت كل ده. مش موضوعي انا لما ضربت المثال ضربته علشان حاجة معينة، ان في ناس بتستخدم التسويق صح وفي ناس ما بتعرفش تستخدم التسويق، فده فرق معاه. فدايما اقول له اوكي تمام، يعني احنا مش عايزين ندخل بقى في التفاصيل زي ما حضرتك بتقول كده، طب تعال نرجع تاني للمثال. في كل مرة حاول انت ترجعه لصلب الموضوع، وكل ما تلاقي فرصة ان انت ترجع او تاخد من كلامه ان احنا نرجع تاني للمثال الاصلي اعمل كده. يبقى اديته فرصة انه يتكلم او يعبر عن مخزون اللي جواه ورجعته تاني، ده هيدي بقى مؤشر لباقي الزملاء انه والله لا ده الترينر ما عندوش ذنب، هي المشكلة كلها عند مين؟
عند الاخ اللي هو الثرثار ده. لا احنا هنتكلم بقى معاه في البريك يا سيدي. خف شويه على الراجل، خليه يقول المعلومات اللي عنده. وتعارف الوقت محكوم، والتريننج سنتر بيدينا وقت معين ما ينفعش احنا نتجاوزه. فبدا الايه الموضوع ينقلب على الدفه الثانيه بقى، وده اللي انا عايزك تتعامل بيه، او ده احنا عملناه اوريدي من خلال تجربتنا مع الثرثار. وما اكثر الشخصيه دي بصراحه انا قابلتها كتير وما زلت بقابلها يعني. التعليقات بتاعته زي ما هنا زي ما انت شايف، لابد ان اظهر موافقتي على المناسب منها فقط، لان بعض الناس اللي هم الثرثار او المصنفين ثرثار ممكن يقول تعليقات غير ملائمة، يعني يبدأ يقول تعليقات فيها تلميحات، وخصوصا لما يكون معنا في ميلز مثلا، فصعب ان هم يتقبلوا الكلام ده. فعطول يعني عطول تلحقوا بالكلام، تبصوا له بصة كده يعني فيها فريندلي، وفي نفس الوقت وبعدين مش هنا الكلام ده نقوله بعض بره. هو كده حاسس ان انت بتتكلم معاه بشكل ودي ما فيهوش صرامه، وهو هيبدا يعرف بقى وهياخد باله. اه صح، انا اللي بقوله ده ما ينفعش يتقال هنا، لان الثرثار في غالب الوقت ما بقاش عنده كنترول عن الكلام اللي بيطلع من لسانه. هو بيتكلم كتير قوي، فالكلام الكتير اللي هو بيقوله في اخطاء كتير هو مش مركز فيها. فانت لما بتديله يعني اظهار للكلام اللي هو بيقوله، يبدأ هو يراجع نفسه، يبدأ يعرض تاني الكلام على الفلتر الداخلي اللي عنده. وطبعا لما هو يبدأ يكلم ويعمل الثرثرة بتاعته دي، انت طبعا بتبص له كده بابتسامة، يعني مش هقول مزرب له، لكن يعني بابتسامة كده وخلي بالك يعني، وتبدأ تعمل اي كونتاكت مع بقية الناس اللي موجودة في القاعة، ويعني تبدأ كده ترفع عينك من عليه شوية. مش هقولك تبص في الساعة عشان ده مش اتيكيت، ولكن ان انت تقول طب خلاص اوكي ماشي يا محمد، خلينا نموف، علشان انت عارف سهى هناك مستنية الجزئية دي بقى لفترة، وريهام برضو نفس القصة. طيب نكمل موضوعنا. يبقى انا كده برضو حسسته ان المتدربين الموجودين عايزين يستفيدوا اكبر قدر ممكن من خلال ساعات الجلسة التدريبية بتاعتنا. ده بالنسبة لأول كاركتر اللي هو الثرثار. الكاركتر الثاني كاركتر الصامت، وأنا بقول عليه الصامت القاتل. عايز تعرف ليه قاتل؟ تعال نتعرف الأول على صفاته. اول حاجة بيتسم بالوقار والهدوء، وطبعا اغلب الوقت صامت ما بيتكلمش، وبيجلس ابعد ما يستطيع، يعني ما بيحاولش ان هو يكون في بؤرة التركيز او ان الناس تبقى مركزة معاه. دايما بيبقى ياخد ابعد مكان من المدرب. ومش معنى ان هو صامت ان انت على طول تروح تترجم تقول الراجل ده ممكن يكون ريفليكتور، يعني الراجل انعكاسي، فبيجمع كل الانجلز زي ما هتكلمنا قبل كده علشان يبدأ يرد. لا، ممكن صامته ده ان هو مش فاهم، او ان هو عنده خجل عشان الوقار اللي عنده، ان هو يقولك والله انا مش فاهم عيد. فما تبنيش ان الصمت معناه فيه اللي هو المثل يقول لك ايه السكوت علامه رضا. لا، مع التريني ده بالذات لابد ان انت تستخدم التكنيك اللي هقول لك عليه. الراجل ده لا يبدي من اقوال او افعال ما يدور بداخله، يا اما عن قصد يا اما عن دون قصد. يعني احيانا هو بيبقى قاصد او عنده نيه مبيته ان هو مش هيقول لك كل اللي جواه، او ربما هو فعلا صمته ده معناه ان هو حاسس ان هو اقل من الموجودين. يعني انت بتتكلم او بتشرح الماتيريا بتاعتك بالانجليزي وهو ضعيف في الانجليزي، فتلاقيه قاعد ساكت كده وبيبص اللي حواليه على اساس يعني لو اتكلم حيبان، وهو مش عايز نقطة ضعفه دي تبان قدام حد.
طيب ده الصامت انت ليه قلت عليه قاتل؟ لان الراجل ده لما يطلع من القاع ما فهمش حاجة او ما استوعبش، مش هيقول ان المشكلة عنده، هيقول المشكلة عند سيادتك كمدرب، وهيستخدم بقى الورد اوف ماوث ويتكلم عنك بشكل مش كويس. وفي عالم السوشيال ميديا الكلام طبعا بينتقل بمنتهى السهولة، فهتفاجأ ان هو بدأ فعلا يقتلك او يديلك ضربات قاتلة كمدرب. طيب يا عم محمد اتعامل مع الكاركتر ده ازاي؟ يعني طبعا انا مش بقول لك روح بقى دور عليه، هو هيظهر قدامك من خلال الصفات اللي انا قلت عليها دي، عشان تتعامل بقى مع الراجل ده وانت شكيت ان هو صامت، ابدأ اجذبه للحديث بطرق مختلفة، منها ان احنا نعمل open discussion، وما يكونش هو بداية الopen discussion، ما يكونش هو بداية النقاش المفتوح. ليه؟ لان هو هيحس ان انت قاصد، يعني هو مفيش غير يعني بدأت معاك، كان ممكن تبدأ من اي حد تاني. فحاول بقدر الامكان ان انت تبدأ الحديث بعيد عنه، بس هيجي عليه الدور في الاجابة، سواء كان في نقاش مفتوح، سواء في طرح اسئلة عامة وانت عايز تاخد رأي باقي الزملاء فيه. فدايما اشركه معك، خليه واحد من المشاركين، اعمل كيس ستادي او ورك شوب اثناء شغلك وخليه واحد من الناس اللي تشتغل، اعمل رول بلاي وخليه واحد من الناس اللي تطلع تمثل الرول بلاي. الحاجات دي كلها بتخليه يشارك، فهيبان بقى صمته ده اخباره ايه، وكده هيحس ان انت مهتم فيه. ودايما احنا بقول لك نادي الترينيز بتوعك باسمائهم، يعني نادي عليه باسمه، نداءك عليه باسمه وتوجيه الكلام ليه هيبدا هو كمان ينجذب اليك. لو حسيت ان اللغه اللي انت بتتكلم بيها صعب عليه وفيها جارجونز كتير، حاول تخفف من حده الكلام عشان يبدا يفهم. لابد انك تعامله باحترام ووقار، وما تحسسهوش ان هو اقل من اقرانه. وانا بتكلم مع الراجل ده ربما يكون صمته نتيجة ان هو مش عارف هيوصل لايه، يعني بيجي لي واحد عايز يعمل شيفت كارير من المجال بتاعه للاتش ار مثلا، فهو الراجل احنا لينا مادة معينة مبنية بشكل علمي، فبنقعد فترة كده بنعمل عملية التأسيس، بنحط البيزكس، هو عايز يعني يديني على طول الشغل، فهو قاعد ساكت لغاية ما يشوف اخرتها معاك ايه، انت هتوصلني لان انا جاي علشانه اه ولا لا. فكل مرة انت خلاص فهمت ان الراجل ده هو ده الصمت، فكل مرة انت بتشرح معلومة لابد ان انت تقول المزايا بتاعتها ايه. يعني مثلا انا هبدأ الكورس بتاع الاتش ار بان انا هتكلم عن السلوك التنظيمي، وهتكلم عن الادارة، وهتكلم عن الادارة استراتيجية، كل ده هيقولك طب ايه علاقته بالاتش ار. لابد في كل مرة بتقول له موضوع معين ايه علاقته بالموضوع الكبير، وانا ليه بقوله، وهيستفيد منه ايه. كل ده علشان هو كمان يربط المواضيع ببعضها معاه ويبدأ يتجاوب مع سيادتك. وفي كل مرة بنحاول طرح أسئلة، وبرضو الأسئلة ما تكونش موجهة ليه بشكل مباشر، تكون موجهة للجميع، والأسئلة دي علشان تقدر تستوعب أو تتأكد من استيعابه للرسالة بتاعتك. يبقى طرح أسئلة في نهاية الجلسة التدريبية training session، او ان انت تطلب منهم research او assignment يتعمل، او ان انت تطرح اسئلة او تشجعهم على طرح الاسئلة. كل الحاجات دي بتدي لك انت بقى feedback عن evaluation للناس دي، تقييم الناس دي وتقييم درجة الاستيعاب. لما يطلع الراجل ده
لقط منك معلومات وحس ان انت بتديله وضعه وان انت مهتم بيه، بدل ما كان هيتكلم عنك بشكل سيء هيتكلم عنك بشكل ايجابي. ده الصامت، وعرفنا ازاي نتعامل معاه. استعد للشخص الثالث، عشان الشخص الثالث ده صعب فعلا. مين بقى الشخص الثالث؟ المندفع. ومن اسمه كده، طالما هو مندفع فهو ما عندهوش صبر وعنده عجلة من أمره وقليل الاستماع والانصات، وعلى طول بيعمل انترابشن أو مقاطعة ليك أو للزملاء، وعلى طول بيتسرع في تكوين الرأي ويبدي هذا التسرع. يعني مش بيبدي رأيه بسرعة ويخليه بداخله، لأ، على طول بيقوله. مندفع وعصبي، ورأيه ده بيغيره بسرعة شديدة، ودايما هو عايز يكون رقم واحد. يعني انت اما كلمنا انا، ادينا انا أولوية. يعني حتى لو في اكتر من حد رافع ايده للسؤال دايما هو يلح، ولو اخدت حد قبليه يعني اشمعنى انا كنت رافع قبليها، على فكرة انت ليه اخدتها هي الاول؟ يعني ليه بتسمعها وبتسمعليش؟ الشخص المندفع ده كاركتر، وده نتيج بيئة او نتاج بيئة ونتاج طبعا جينات ومؤثرات خارجية، وممكن يكون تجارب برضو. يعني امر التجارب ممكن نصنفها انها تجارب سيئة. الشخص ده انا مش هقدر اقول ان انا هغيره، لكن انا دوري ان اتعامل معاه. هيتعامل مع الشخص ده ازاي؟ اول حاجة ان انت تديله اولوية بدون اخلال بالنظام. يعني لو استفساره في صالح الجلسة التدريبية وسؤاله في صالح الجلسة التدريبية نبدأ نجاوب عليه. طيب لو هو بيسأل حاجة لسه هتيجي كمان 3 محاضرات او 3 لقاءات، تقول له اوكي اتس فاليد بوينت، النقطه اللي انت قلتها يا مستر فلان دي رائعه جدا، بس عارف دي مكانها فين؟ دي مكانها المحاضره الثالثه، مش النهارده، في المحاضره الثالثه هنجي لها وهنتكلم فيها تفصيلا. بس طبعا عشان انت شخص يعني متفوق وبتذاكر يعني سابق سنك زي ما بيقولوا، فانت يعني رحت المعلومه دي. ثانك يو طبعا لحضرتك اثرت الموضوع ده، وان شاء الله في المحاضره الثالثه هجاوبك عليه بشكل يرضيك. يبقى انا كديته اولويه، حسسته ببرستيج بوضعه، وما اخلفش بالنظام، واشتغلت زي ما انا عايز. فهمنا اللعبه ماشيه ازاي؟ النقطه الثانيه كاتبها لك، اللي بقول لك ابتعد عن التحدث عن التفاصيل وتركز في اهدافك. يعني ايه الكلام ده؟ هو الشخص المندفع بيعمل جامبينج على المعلومات وعايز يعني يوصل لكونكلوجن قبل حتى ما احط الديتيلز. فالشخص اللي زي ده ممكن يجبرك ان انت تدخل في تفاصيل كتيره جدا علشان تقنعه ان المواضيع اللي هو بيقولها دي مش محلها النهارده. لو انت رحت في السكه دي هتلاقي نفسك بتشتت نفسك وبتشتت جمهورك وبتضيع وقتك، وده هيبقى على حساب حتى القيمة بتاع السماء ترانسفير. فدائما وابدا في التعامل مع المندفع تكون انت اكثر ذكاء واكثر تحكما في نفسك وفي الوقت. فاهدافك اللي انت جاي تقولها هي دي اللي تحطها قدام عينك، وكل هو ما يحاول يستفزك علشان تقول معلومات لسه هتيجي قدام، لا، حاول ان انت تخلص شغل النهارده. طب اذا كانت المعلومه ينفع تتقال او ده سياقها نقولها، ولما يجي وقتها او الوقت اللي كان المفروض تقال فيه تشير اليها. زي مثلا انا كنت بتكلم في بوينت معينه، والبوينت دي كانت متعلقه بالاجازات،
وكده ولا كده انا هتكلم عن الاجازات بشكل تفصيلي قدام. فحد من الزملاء المندفعين رفع ايده قال لي انا عايز حضرتك تكلمنا عن الاجازات المره دي. هي مش معايا النهارده، مش هتكلم عنها النهارده، ولكن لو هو خلاص يعني الموضوع اثار ضجه ولقيت اكتر من حد محبز النقطه دي ممكن انت تشرحها. قول خلاص اوكي انا دلوقتي يا جماعه طب هشرحها كده في عجاله، بس هي معادها فعلا المحاضره بعد القادمه. فاوكي لما نيجي بقى في وقتها هقول لك ارجع للي انت كتبته او للشرح اللي احنا شرحناه قبل كده عشان ما نضيعش في وقت مرتين. يبقى انت برضو ستيل مركز على اهدافك. النقطه الثالثه، حاول ان تكون سريع في التحدث معه. مش سريع يعني متلهج، لا، سريع يعني ان انت حاطط قدامك هدف ان انت تخلص جزء معين من المادة بتاعتك في وقت معين. فكلامك معاه ما يدخلش انت هو في جدال شخصي او في تفاصيل اكثر من اللازم. فالوعد اللي انت هتوعده بيه ان انت هتشرح الكلام ده في وقت معين لابد ان هو يكون صادق، وفي نفس الوقت يكون سريع ما تأخرش الكلام. يعني هو بيقول لك يا مستر او يا دكتور فلان او يا باشمهندس فلان، حضرتك ما شرحتش الجزئية دي، والجزئية دي مهمة جدا، انا بتجيلنا كتير في انترفيوز وانت عارف ان فعلا الجزئية دي مش مكانها النهاردة. ما تدخلش معاه في تفاصيل عشان تقنعه. قول له صح حضرتك تتكلم مظبوط، بس البوينت دي لما هنشرحها في الجزء اللي جاي او الجزء اللي بعد الجاي هيكون ده مكانها الطبيعي. لو قلتها النهارده كده هتفقد اهميتها وهتعمل تشتيت لحضراتكم. فخلي كل حاجه في مكانها المظبوط. كده يبقى انت قفلت عليه الباب بشكل كويس، بشكل شيك، وما الراجل مش هيحس طبعا ان هو انت بتعمل معاه يعني التتت، او ان انت راس براس او داخل معاه في شخصنة للامور. من الحاجات الغريبة جدا احد الزملاء اللي حضروا معانا تراك تي او تي قابلته بعد فترة قال لي بص بقى اخوك الصغير جابوه في شركة، وشركة بترول، وكان جابوا لي كورس كده زي برايفت مع يعني مع بنت ماسكة شغل الحسابات، وقعد بقى تقوح مع اخوك في معلومات واخوك بيدافن يوجعك، ودخلت معاها راس براس وبص في الاخر غلبتها. يعني هذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا، وانا عمري ما هقول حاجة زي كده في برامج اعداد المدربين، استحالة ان انا اقول لك تدخل في جدال شخصي مع المتدرب بتاعك. ده انا بنادي بالريسبكت وبعلمك في اول لقاء ما بينه وبينك الريسبكت، وانك تحترمه وتحترم عقله وتحترم الاحتياج اللي هو جاي علشانه. اوعى تدخل معاه في جدال او تقول اصل هو مندفع، لا، لابد ان انت تكون عندك مبدأ الاكاونتابيليتي او المساءلة والمحاسبة، ان انت قبل ما تلومه بصباع لوم نفسك باربع اصابع، وما ياخدكش هو في سكة الاندفاع. انت كمان لابد ان انت تكون عاقل، تكون مركز، تكون عندك كنترول على الالفاظ اللي بتخرج منك وعلى اعصابك وانت بتتعامل مع الشخص المندفع. كده خلصنا الكاركتر التالت. الكاركتر اللي بعد كده بقى الجميل قوي، المدعي العارف بكل شيء او بين قوسين، ابو العريف. ابو العريف ده راجل نشيط ايجابي، دايما بيستخدم كلمات زي انا، وجهة نظري كذا، الرأي الصح هو كذا، زي بالظبط كده الكاركتر بتاع سمير غانم. انا قريت المعلومه دي في مجله لاتينيه تصدر في امريكا الشماليه. مدعي، عامل نفسه يعرف كل حاجه، بلغه السوشيال ميديا بيهبد هبيد، والهبيد ده مش من فراغ،
هو عنده معلومات كتيرة جدا، بيقرأ كتير جدا، بس بيقرأ اللي هو على السطح، فمعلوماته غير دقيقة. عارف الكاركتر توفيق الدين أبو الخير أفندي، ما كانش سكري بس سكرية، نفس الموضوع يعني. مش كده بس، المعلومات الكتير عنده دي بتخليه متشبث برأيه، عنيد، بيحط نفسه في كاركتر كده يعني معين حواليه برستيج كده وهمي. الكاركتر ده لو انت اديته المجال وسمحت له ان هو يسيطر، هيهز صورتك وهيوقعك، لانه عنده معلومات هيجادلك بيها، وربما تكون المعلومة دي مش عندك او ان انت ما قرتهاش قبل كده، وهو بيكلم بحجة. ده ممكن يوصل بيه العنجهية انه يقول لك اسم كتاب والكتاب ده مش موجود، وروح انا وانت بقى ندور على الكتاب فين، فتلاقي نفسك اتهزيت، لان انت راجل متعود ان يكون معاك ريفرنسز، يعني معاك مراجع، فهو خبطك كده في اسم مرجع مش عندك، فهتتهز الوهلة. الهزة دي لو هو لقطع عندك واصبحت بالنسبة لك زرار سخن، هيفضل يدوس عليه لغاية ما يوصلك لمرحلة ان انت تفقد السيطرة على نفسك، والاحساس ده هينتقل لمين؟ لبقية الجمهور، وهيبدأ في ناس من الجمهور كفتها تميل مع كفة الشخص ده، وينقلب الساحر على الساحر. لذلك التعامل مع الراجل ده طالما لقطته وعرفت انه ابو العريف، خليه يقول هو مقترحاته، ويطلع يكتب مقترح ده على البورد او يقوله، وبعد ما يكتب المقترح بتاعه علشان تتأكد ان هو ده رأيه، تبدأ انت بقى سيادتك تاخد النقاط الايجابية اللي عنده. انا مش داخل ادخل معاه فشخصنا لا سمح الله، وابني عليها موضوع. طب النقاط السلبية، تشرح انت بقى العلم بيقول ايه والخبرة بتقول ايه، بدون ان انت توجهه الكلام بشكل مباشر، الكلام يكون على المشاعر، فيبدأ الناس تقارن ما بين اللي هو قاله وما بين العلم والخبرة بتقوله. افكركم بالواقعة اللي حصلت ما بين سيدنا الحسن والحسين سبط رسول الله، لما شافهم راجل كبير في السن بيتوضى، وكان بيخطأ او كان على خطأ في الوضوء، فعملوا ايه؟ عايزين يعرفوه وفي نفس الوقت مش عايزين يجرحوه، فقالوا يا جدنا او يا فلان، اخويا بيقول متوضى احسن مني وانا بقول بتوضى احسن منه، فاحكم بينا. فتوضأ الحسن في احسن وضوء، وتوضأ الحسين في احسن وضوء، فبدأ الرجل يحس ان هو اللي بيتوضأ غلط، يبقى وصلوا له المعلومة بشكل غير مباشر. عشان كده بقول لك تجنب المعارضة الصريحة لآرائه، عشان هو فعلا قادر على هذا صورتك. وبرضو زيه زي الصرصار، ما تدخلش معاه في احاديث متشعبة علشان ما يضيعش وقتك، لان هو عنده القدرة لكده، وعنده القدرة ان يرمي لك كلام علمي ويبان في ظاهره علمي بس في اخطاء، فانت عشان تقعد تصلح المعلومات دي هتاخد وقت كتير جدا. هتقولي طب انا ممكن ارجع للريفرنس وانا شغال، يعني ادخل كده على الويب سايت؟ لا، قول له يا سيدي طب اوكي، طب لو انت حضرتك بتقول ان ده موجود، خلينا نعملها ان هي ازني اساينمنت، ونعملها ريسيرش ونجهزها مع بعض المره الجايه، يعني اشتغلوا عليه وهاتوها لي المره الجايه كده. فانت برضو ايه، عملت كنترول على الموضوع. الكاركتر الخامس، المتذمر او دائب الشكوى. المتذمر او دائم الشكوى ده راجل بيغلب عليه عدم الرضا، وغالبا ما يكون سائرا كثير الانتقاد لمن يتعامل معه ولما يقدم له من خدمة تدريبية، وبيركز على السلبيات ولا يهتم بأي إيجابيات. وربما يكون هذا الرجل مر بتجارب سيئة جدا في عملية التدريب، وده كان النتاج بتاعها، أو إن هو طبعه كده إن هو شخص ثائر. فإذا كان ده أو كان ده، لابد إن أنا أتعامل معاه بالأدوات دي،
اول حاجة بنسعى دائما لتهدئته والحفاظ على هدوئه، مش انك تقول له اهدى، ما بقاش واحد متعصب تقول له اهدى خالص. ولكن الرجل السائر ده لابد ان انا استوعب الاثارة دي جاية منين، التذمر ده جاي منين، وابدأ اعالج مصدر الاثارة. يعني هو الرجل يعني عايز الماتيريال بتاعته وحاجزها، فراح على الكونتر لقى الانسة بتقول له والله لسه ما اتطبعتش، فهو طبعا متذمر وبتعصب. انت تبدا وطبعا داخل وش مقلوب، يبدا يتكلم معاك بصوت عالي، تقول له اوكي مفيش مشكله، احنا الماتيريال هي اتاخرت علشان سبب الفلاني، طب انا هستعجلها الماتيريال انها تكون موجوده معاك في البريك او نشوف هي اتاخرت ليه. لكن خلينا طبعا، طب اوكي النهارده يا جماعه هبدا اتكلم انا من الماتيريال بتاعتي ودونوا انت ورايا، ما تقلقوش، او اي حاجه انا ترجمتها النهارده هرجع اعيدها مره تانية. كل الكلام ده بيدي لك انت فرصة ان انت تعيد حساباتك مرة اخرى. حاول انك تبني ثقة ما بينك وما بينه، لان هو لو ما فيش ثقة بينك وبينه هو مش هتقبل الموضوع. ونحاول ان احنا نديله خدمة تدريبية بما لا يعطيه مجال للنقد، لان هو بيبدأ يقارن الشغل اللي انت اشتغلته معاه والمعاملات السابقة لي مع التدريب. في واقع حصلت معايا شخصيا في احد مراكز التدريب، وكانت ان انا يعني تم اتفاق معايا انا هدخل اشرح كورس ادارة، فرحت في معادي، انا معادي الساعة 2، فرحت قبل معادي بربع ساعة، فلقيت في حالة من الهرج جوه المكان. انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل باي ذا واي، والراجل مدير المكان اخذني المكتب وقهوتك يا دكتور كذا، شربت قهوتي، الساعه بقت 2:30 لسه ما دخلتش 3، وريت الراجل بدا يقول لي طب يا دكتور خلاص اتفضل. انا شفت منظر ان الناس كانت على الكونتر زحمه، واقفين بره مع الريسبشن كان في زحمه وكان في صوت عالي. بعد كده لما دخلت القاعة لقيت الناس قاعدين متربصين، ومنهم واحد انا منساش منظره وهو باصصلي بحدة، يمكن علشان خبرة الواحد في التعامل مع الشخصية دي لقيت ان الراجل ده شخصية متذمرة. فبدأت طبعا عملت الايس بريك بتاعي، اتعرفت عليهم وبعد عرفتهم بنفسي وسميت الله واشتغلت زي ما انا بشتغل كل مرة، ولكن زودت بقى جرعة المعلومات وزودت الشو بتاعي شوية. يعني ربنا اكرمني ان انا قدرت اعمل اداء كويس. استمرت السيشن الاولية على مدار ساعتين، بعد كده طلعت بريك لقيت نفس الزحمة اللي انا شفتها قبل اللقاء حصلت في البريك في الريسبشن، فانا ما اهتمتش قوي باللي بيحصل ورحت اخدت البريك بتاعي ورجعت عملت برضو ساعتين. الحمد لله رب العالمين كانوا من افضل ما يكون. فبعد كده بقى انا عايز افهم ايه اللي حصل، فقعدت مع مدير المكان فقال لي ان المجموعة دي حاضر معاهم احد دكاترة الادارة العامة، والراجل كان بيتكلم باللغة الإنجليزية ما كانش بيتكلم عربي نهائي، وما كانش بيستمع لأسئلتهم، ولو حد كان بيستفسر كان بيصفه ان هو مش فاهم او ان هو ما كانش مركز. كل الحاجات دي سلبيات لابد ان انا كمدرب اخد بالي منها. يعني اختياري اللغة الإنجليزية مع ناس ما يعني لغتها ضعيفة، لابد ان انا استخدم كلمات انجليزيه وكلمات عربيه لان غرض منها انه يفهم، طالما هو اللغه الام عنده العربيه. حته ان انا ما اسمعش للمتدرب يبقى انا كده مش هقدر البي احتياجه، كونني دايما اصفه ان هو اللي ما استوعبش وان هو ما فهمش الكلام اللي انا قلته، ده برضو شق سلبي عندي، لان المفترض ان انا اعلمه ازاي يسال واكون متاكد انا متاكد ان هو مستوعب. فقال لي لما حصلت التجربه السيئه دي فاحنا وعدناهم هنجيب لكم
حد تاني، الحد ده هيقدر انه يغير فكركم عن التجربة السيئة اللي حصلت. فبعضهم ما اقتنعش وسحب فعلا، جينا يسحب فلوسه، وقعدنا بقى نتكلم معاه علشان يحضر. ده الشخص اللي كان بيبص لي بحد. طيب قال لي بعد البريك كل الناس اللي سحبت فلوسها بما فيهم الراجل اللي انا كنت بقول عليه هيدن ليدر، ده اللي كان بقى بيقود المسيره بشكل كده في الخفاء، بدا هو كمان يرجع فلوسه وبدا يتكلم عن المحاضر بشكل كويس، وقال لنا ايوه كده يا راجل، مش اللي انتوا كنتوا جايبينه قبل كده. يبقى لابد انت دورك كمدرب مع شخصيه زي المتذمر ده ان انت بقى تستخدم كل ادواتك وقدراتك علشان تثبت موقفك وتثبت موقعك ان انت حد مختلف. الشخصية السادسة، وهي شخصية برضو من الشخصيات الصعبة عموما، وهو كاركتر المتردد اللي ما بيعرفش ياخد قرار، اللي ما عندوش قدرة انه يعبر عن نفسه، وما عندوش تأكد من اي حاجة بيعملها او اي حاجة بتتعمل له، وما عندوش استقرار على رأي واحد، وعنده جبن وخوف من اتخاذ القرار. واحيانا بيكون هذا الشخص نتيجة تربية سيئة، او ان هو لم يعامل بشكل ناضج من البداية. وعلى فكرة معظمنا كآباء وأمهات بيقع في هذا المحظور لما بتعود ابنك ان هو ما يكونش ليه رأي من هو صغير، او ان هو دايما يكون follower، او يكون دايما dependent تابع ودايما بيعتمد على غيره. لو انا قدرت ان اخليه حد independent وربيت في روح الليدرشيب القيادة وخليته يقدر ياخد قرار من هو صغير، حتى في الأشياء البسيطة، حتى في اختياره للبسه، في اختياره للحاجات اللي بيأكلها، في اختياره للعبه، الحاجات دي كلها بتربي سلوك ان هو يطلع عدم متردد. طيب اذا قابلت الشخص المتردد ده، والشخص المتردد ده هيبقى عنده برضو مشكلة في هل انا فهمت ولا ما فهمتش. ممكن يقول لك يهز راسه وانا فهمت، ويطلع بره يقول لك انا فهمتش، ويسيء ليك ويسيء لما قدمته من ماده تدريبيه. لذلك انا بقول لك ان شغلك المهم فيه ان انت تعمل ايفالويشن، وقبل الايفالويشن تعمل كنترول. الراجل ده عشان تتعامل معاه لابد ان انت تقدم الموضوع التدريبي بشكل يهدف لمساعدته انه يتغير، انه يغير القناعة بتاعته. يعني حطه دايما ما بين اختيارين وهو يختار، يعني كأنك بتربي في حتة اتخاذ القرار. خلي دايما الشخص ده يكون موجود في work group، يعني مجموعة عمل، واديله مرة دور الليدر انه ياخد قرار عشان يتعود انه ياخد قرار. لما ياخد قرار والقرار ما يطلعش قرار سليم، حذاري من ان انت تعاقبه او توبخه، لا، شجعه انه ياخد قرار مرة والتانية والتالتة. الاطراء والمدح من غير مبالغة ده برضو بيعمل معه عامل تحفيز، كأنك بتربي فيه روح اتخاذ القرار من أول وجديد. لأن زي ما قلت لك، عدم اتخاذه لقرارات وعدم إبداءه الآراء ده هيبقى عامل معوق فيما بعد. فعشان كده أنت كسبت فيه ثواب إن أنت عودته على اتخاذ قرار، وفي نفس الوقت ضمنت إن العملية بتاعتك هتمشي فيها سهولة وفيها مرونة وما فيهاش معوقات فيما بعد. الشخصية السابعة بركز فيها قوي، لان الكاركتر ده هو المعوق وليس المعوق، معوق. المعوق
سيادتك بتشرح موضوع معين، أثناء شرحك للموضوع ده تبدأ تظهر عنده أو تظهر جواه automated thoughts، أفكار تلقائية كتيرة جدا، موضوعات أخرى. يجي بعد كده في الموضوعات دي طبعا هو انشغل بيها وقاعد يفكر فيها وانت سيادتك مكمل، فيجي مثلا بعد نص ساعة او ساعة من الشرح يعملك انترابشن ويوقفك، بيقولك ممكن ترجع للنقطة دي تاني، يعني عايز نعيد شرح ساعة تاني، عايز نكرر حاجات تاني. هو حيبان قدامك ان هو متردد، لا، الشخص المعوق مش متردد ولكنه نوعا ما مش مهتم بكل ما يتم القائه على اذنيه، هو بيهتم بالحاجات اللي هي يعني بتمس احتياجاته فقط دون النظر بقى لبقيه الزملاء. يبان ان هو براجماتيست، لكن البراجماتيست ممكن ما يعملش انترابشن، لكن الراجل ده المقاطعات الكتيره وان هو دايما عايز يكون بؤره الاهتمام باطول فتره ممكنه فعلا هتعوق شغلك وهتخليك بتضيع وقت كتير جدا معاه، وممكن يشتتك وتيجي انت لاحظ دول وانا كنت بقول ايه. فعلشان كده بنقول لك تتعامل مع الشخص ده ان تخليه دايما مركز في موضوع النقاش وانت ما تتشتتش، واذا كان هو بيتشتت كثيرا اديله وعد ان انت هتعيد النقطة دي بس مش دلوقتي، يعني هرجع للنقطة دي بعدين علشان تكمل، وما تخليهوش يقطع حبل افكارك. ولو هو جاوب على سؤال معين سيادتك طرحته وجاوب عليه اجابة صحيحة اعتبرها نقطة ايجابية يمكن من خلالها ان انت تكمل موضوع. فلو انت سألته مثلا سؤال، انت بتتكلم دلوقتي في موضوع يخص الادارة الاستراتيجية وكنت بتتكلم على تحليل النقاط الداخلية، وبدأ هو يعني طبعا كان سرحان في شغله لانه بيعمل تطبيقات كده في شغله، فبدأ انت كملت كلام وهو عايز يرجعك، فبيقول لك لو سمحت يعني هو انا ممكن في نقاط القوة اعتبر ان الصراع ما بين ان في نقاط قوة الضعف، اعتبر ان الصراع ما بين الادارات دي من احدى نقاط الضعف. طبعا انت كملت كلام وخلصت الموضوع، هو بيرجعك لان هو عنده في شركته كده، فتقول له انت ايه رأيك، هو الصراعات دي اللي بتحصل ما بين الادارات ايه مردودها على المؤسسة؟ هيقول لك مردود سلبي. تقول له طب اذا كان مردود سلبي حضرتك شايفه ده نقطة ايجابية، نقطة يعني قوة ونقطة ضعف؟ يقول لك نقطة ضعف. تقول تمام مظبوط، يبقى انت زي ما حضرتك قلت كده، او الصراعات دي انا لسه قايل عليها من شوية، ان لما يكون عندك ستراكشر هيكل، لما يكون عندك التشين اوف كوماند واضحة مش هيحصل الصراعات دي. اوكي ثانك يو مستر فلان، انت كده تمام. يبقى انا اديته معلومه اكدت له عليها من غير ما يدخلني في مشاكل هو، لان لو دخلت معاه في نقاش بقى اندبث هي نفسي بتكلم عن شركته وعن صراعاته وعن مشاكله هو فيما لا يفيد النقاش، الا اذا كان الكلام اللي هيقوله مرتبط بصلب النقاش. ده شخصية المعوق. شخصية الجاد بقى، ودي الشخصية التامنة اللي هنختم بيها الشخصيات بتاعتنا. طالما قلت جاد فالراجل ده ليه برستيج معين، هادي ومتزن وبيبص بعين فاحصة لكل نقطة بتعرض
وبيبقى دايما قاعد كده وحاطط يعني طبعا انت مش شايفني بس انا همثلها لك، طبعا حاطط دقنه فوق ايده وباصص عند عليك يعني بصة ثاقبة او نظرة ثاقبة شديد الانتباه ليك، ولما يلاقي انت بتتكلم نقط ايجابية بتتوافق مع قناعاته بتلاقي عينه فيها لمعة غريبة وابتسامة خفيفة مش عايز يبينها وهزت راس ان انت اللي انت بتقوله ده سليم. لما يجي يتكلم معاك بيتردد ان هو يكون المبادر، الا اذا كنت هتتكلم في نقطة بتعمل له صدمة في البرسبشن بتاعه او في ادراكه، يعني هتبدأ تتكلم عكس قناعاته يبدأ يبادرك بالحديث. الشخص ده يبان هو عادي يعني ايه المشكلة فيه، لكن المشكلة في الراجل ده ان هو ممكن يبقى زيه زي الصامت لو انا ما قدرتش اشتغل على النقاط الايجابية اللي عنده. لذلك الراجل ده هو ثيوريست نوعا ما، وطالما ثيوريست نوعا ما يبقى انا لابد ان انا اكون ملم بادق التفاصيل للموضوع اللي انا جاي اقوله، لانه ربما يكون هو قوي في النقطة دي. يعني زي مثلا انا جاي ادخل اشرح كورس مثلا HR ومعانا في من ضمن الناس الموجودين راجل مدير HR سابق وجاي بس يعمل ريفريشمنت للمعلومات اللي عنده وجاي علشان يشوف الناس الجديدة بتقول ايه. فهو الراجل عنده ولديه المعلومات ووضعه الوظيفي يسمح له ان هو يناقشك، عشان كده لو انا ما عنديش المام بادق التفاصيل للمادة اللي انا بقولها هيبدأ هو يشوفني انا حد ضعيف وهيبدأ يدخل معايا في نقاشات. النقاشات دي من شأنها انها تهز صورتي قدام باقي الحضور، لذلك لابد ان انا اكون حريص وجاد في كلامي معاه، لان مش كل الناس وخصوصا الشخصية الجادة هيتقبل منك النكات الكثيرة والهزار الكتير، فلابد ان انا اكون حريص جدا معاه. والشخصية دي حاول لا تجرحه ولا تخسره ولا ان انت تقرب من زراير السخنة بتاعته. يعني اذا عرفت ان هو كاركتر جاد حاول بقدر المستطاع ما يكونش النكات او الهزار عليه، يعني تلمسه من بعيد لبعيد علشان ما تجرحوش، خصوصا لو الكاركتر ده فيميل، وخصوصا لو الكاركتر الفيميل ده جاي من تربية صلبة يعني تربية جامدة، فالهزار اللي هتقوله معاها مش هتتقبله بسهولة. فحاول بقدر المستطاع جدية التعامل مع الشخصية دي، والعرض بتاع موضوعك لابد ان هو يكون منظم ودقيق ومفصل، لان الشخصية دي اللي هي الثيوريست الجادة بيحب كده، بيحب النظام، بيحب الدقة، بيحب كل حاجة في مكانها. ومع الشخصية دي لما استخدم البيانات والامثلة لابد انها تكون امثلة من واقع ملموس وارقام حقيقية، لان الشخصية الجادة مش هيسمح بالتهريج معاه في حقيقة. واذا وعدته بشيء لابد انها توفي بيه، يعني انت وعدته ان انت هتشرح الجزئية دي في بداية مثلا السيشن القادمة لابد ان انت تبدأ السيشن القادمة زي ما وعدته بالظبط. وعدته ان انت هتبعت له ماتيريال معينة لابد ان انت تبعتها في الوقت المحدد زي ما وعدته بالظبط. ده طرق التعامل مع الشخص الجاد. الى هنا انتهى عرض الثماني شخصيات او ثمان انماط للمتدربين اللي انا بقول عليهم يعني صعب او يعني الشخصيات الصعبة الميراث. باقي بس معايا كده جزئيتين مش هياخدوا اكتر من 5 minutes ان شاء الله، لما اتكلم على some facts. والفاكتس دي بقول لسيادتك ان انت حتة التذكر بنعتمد فيها على حواس،
فاحنا اللي احنا بنقراه باستخدام حاسة طبعا العين بنسترجع منه 20%. يعني لو قريت كتاب هتسترجع منه 20% فقط. المعلومات اللي سيادتك بتسمعها بتقدر تسترجع منها 30%. والمعلومات اللي بتشوفها بعينك والتجارب بتشوفها بعينك بتقدر تسترجع منها 40%. واللي انت بتعمله بايدك بتسترجع منه 60%. واذا قدرت تعمل مزيج ميكس ما بين ما تراه وما تسمعه وما تتحدث به وما تقرأه هتوصل درجة استرجاعك 90%. لذلك بنقول لسيادتك عايز تتعلم حاجة، بعد ما تتعلمها وبعد ما تفهمها وبعد ما تدرسها انقلها لغيرك. الترانسفير مهم جدا. لذلك من الحاجات الإيجابية في مهنة الترينينج ان الترينرز قدرتهم على استرجاع المعلومات اعلى من غيرهم. ليه؟ لان الراجل ده عنده القدرة ان هو يقرأ وان هو يسمع غيره وان هو يشوف وان هو يجرب وان هو ينقل المعلومات. مجرد ان انت نقلك للمعلومات دي كأنك بتأكد عليها فين؟ في الذاكرة. لذلك اللي عايز يبقى شاطر يشتغل مدرب. ومش شرط انك تبقى مدرب يعني اكسترنال ترينر، انت ممكن تبقى مدرب داخلي. وطبعا من الحاجات المهمه جدا للمدراء او المديرين ان هو يبقى مدرب للعمال او الموظفين اللي عنده او المرؤوسين اللي عنده في ادارته، لان هو ده دوره ان هو يعلمهم ويدربهم ويعيد توجيههم مره اخرى في صالح العمل. النقطة اللي بعد كده لما نتكلم على الريكول بيريو طبعا يعني فترة الاسترجاع تل شو ان تل ان شو تل ان انت تقول، ف 70% بعد 3 ساعات و 10% بعد 3 ايام، شو ان انت تشوف الحاجة دي 72% بعد 3 ساعات 20% بعد 3 ايام. لما تعمل مزيج ما بين الاثنين فترة الاسترجاع بتزيد ل 85% ما بعد 3 ساعات و 65% بعد 3 ايام. وده معناها برضو ان احنا بنؤكد على ممارسة مهنة التدريب وان انت تنقل المعلومات اللي عندك لغيرك. ودائما وابدا ضع هدف امامك ان ما تنقله من معلومات هي من باب زكاة العلم، وما تنقله من معلومات لابد ان انت تراعي فيه امانة الكلمة وتراعي فيه الله سبحانه وتعالى. مهنة التدريب هي مهنة الانبياء، لان الانبياء كانوا يبعثوا بالرسالة ثم يدربوا او يقوموا بتدريب تابعيهم حتى يمارسوا العبادة بشكل سليم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إلى هنا بتنتهي حلقة اليوم أو بينتهي الجلسة، بتنتهي الجلسة التدريبية اللي كنت حابب أتكلم فيها عن أنماط المتدربين. إلى لقاء قريب إن شاء الله في جلسات تدريبية أخرى.